الله يا فعلا زنكتني. القصة يعني بحس جواي بأنه فعلا فوقي يعني فنان جواي يعني. نعم. والقصة دي يعني بدت معي من حي العرب الوسطى. أنا ذاك كنت رئيس الجمعية الأدبية بتاعتها، وكنت تمتام جدا بالمناسبة، رغم إن ذاتي خشيت وساكت كده سنفذ ذات سؤال قام أستاذنا المربي الكبير محمد أحمد قاسم أيام دي كان بيدرسنا هناك في العرب، قال لي عاوز البتاعة دي تروح؟ قلت لي أي جدا. قال لي تكفي نفسك يومي في الديوان وتقعد تغني. الله يعين نصرية. تخيلت والقصة حبكت. حكمت مراحل. بعدين يعني رحم الله الأستاذ خالد موسى طيب الله سراه، يعني كان مهتم بي اهتمام شديد جدا جدا يبان نظرته في اللي هي الثانوية العليا. نعم. ويعني حتى دفاتر بتاعت الفطور بتاعت الأساتذة دي نعم كان بيشتري لي دفاتر بالديني ليها. نعم. بس المدرسة كنت بركبه مجانا. بعد ده طلع لي إعانة من المجلس البلدي كانت كلها ما بعرف 12 جنيه 10 جنيه ما عارف، لكن مبلغ كنت كبير. من الأثرياء يا زيد. كنت ثري. ف بالاهتمام ما هو لازم تلتفت لروحك يعني. نعم. هل فعلا الاهتمام الشديد ده فعلا بستحقه انا يعني صوتي ده يعني تمام ولا حاصل شنو الناس دي حاصل شنو؟ المهم فلما جانا نور ابراهيم طبعا وجد شويه فظ طف زياده عن اللزوم يعني، ولكنه ليس غليظ القلب. لا ليس غليظ القلب دي ما عارف، لكن جنني جن الحصة الأولى الناظر دايرك، الحصة الثالثة الناظر دايرك، وطالي تعرف طالق وراي كمان يوم، أنا ما جايب خبر. لكن أي حاجة أنا قاعد أعملها ثاني يوم بجي بلقاه جوا مكتبه، واجهوني بها طوالي. الشغلانية دي ما وقعت لي. حتى عندنا خالنا إبراهيم حامد أحمد كان مصر قال لي يا ابني أحسن تقرأ وبعدين قصة الغنى دي ملحوقة. قلت لي بالطريقة دي أنا لا حقدر ألم في الدراسة ولا حقدر ألم في الغنى في الغنى. فأنا قررت الآتي، حتى أول واحد استشرته أستاذنا السردولي، والله مشيت الصباح بدري في البيت. قلت له يا أستاذ قلت له جايك لي مشورة. الناظر ده قلت له يعني خلاص قرب معي، قلت له ما خلي لي جهة ذاك أرقد عليها. أباني بقى من دربي ده ماشي ليه هناك ومش القرايه مدقدي ما داير. سكت خالي فعلا ومشينا. خالي يعني مشى معايا على اساس ياثر علي وما احتد مع الناظر ويعني يحصل تلطيف بتاع جو، فمشيت خربت عليه كله. الله يحسن خربت عليه كله وزاد لما يتخلع منا طوالي بقى السكاني بقى بالبندقية من بيت عرس لبيت عرس ويخش به هنا انا بمرق به غالي ومن بيك وعيك